السلام عليكم. حلقتنا النهاردة عن كتاب Black Skin White Masks، بشرة سوداء وأقنعة بيضاء، للكاتب فرانس فانون، وهو محلل نفساني وطبيب وكاتب وفيلسوف اجتماعي. ولد في 20 يوليو 1925 وتوفي في 6 ديسمبر 1961. ولد في إحدى جزر البحر الكاريبي، جزيرة تسمى المارتينيك. هي جزيرة كانت تحت الاحتلال وتحت الإدارة الفرنسية. نال تعليمه في خلينا الأول أدي نبذة عن الكاتب قبل ما نحلل الكتاب. هو نال تعليمه لحد المرحلة الثانوية في مارتينيك. بعدها انضم لجيش فرنسا الحرة في 1943، وكان وقتها يعني عنده 18 سنة، ولأن فرنسا وقعت تحت الاحتلال الغزو الألماني في 1940، وحارب في صفوف الجيش الفرنسي وجرح في 1944، ونال نقطة وميدالية الشجاعة، يعني كرمته الحكومة الفرنسية. في 1945 رجع للمارتينيك لبلده، وأكمل دراسته الجامعية، ثم غادر إلى فرنسا لاستكمال تعليمه هناك، وأصبح طبيب في 1951. والحقيقة هو حاول أنه يحصل على رسالة الدكتوراه، وقدم هذا الكتاب اللي هنناقشه النهاردة، قدمه كرسالة دكتوراه، ولكن رفض في فرنسا بسبب موضوعه، الكتاب عن العنصرية، عنصرية الرجل الأبيض تجاه الرجل الأسود. فاضطر فانون إلى أن يكتب رسالة أخرى ويقدمها لنيل درجة الدكتوراه. وطبعا هو اسمه فرانس فانون لأنه بيكتب بالفرنسية وثقافته فرنسية، وحاصل على الجنسية الفرنسية لحد عام 54 حين تنازل عنها. ولكن في عالم اللغة الإنجليزية في كتير بينطقوه فانون، فرانس فانون، في عالم اللغة الإنجليزية فانون، ولكن النهاردة أنا يعني سألتزم بنطق اسمه بالفرنسية، فرانس فانون. وتجد أيضا أنه في فترة من الفترات بعد أن انضم للجبهة الوطنية الجزائرية، سمى نفسه، كان وشارك في المقاومة، يعني سمى نفسه إبراهيم عمر، فبقى اسمه فرانس إبراهيم عمر فانون علشان يدخل الأراضي الليبية ويعني وينال الرعاية الطبية فقط، إنما هو اسمه فرانس فانون، ويعرف أيضا باسم فرانس عمر فانون أو فرانس إبراهيم فانون أو فرانس إبراهيم عمر فانون. على أي حال، حصل على الدكتوراه في فرنسا، ولأن الكتاب دوت لم يقبل كرسالة دكتوراه، فهو أصر على أو أراد نشره، وبالفعل أرسله إلى ناشر فأعجب بالكتاب جدا، وأرسل إلى فانون كي يأتي لمقابلته. في الكتاب في فصل خامس، الفصل كله بيتكلم عن تجربة فانون في فرنسا وعن العنصرية اللي شافها وواجهها في فرنسا. فانون لما راح قابل الناشر، فهو كان حسب شهادة الناشر يعني كان فانون متوتر جدا، فالناشر يعني أثنى على الكتاب، فبيقول له يعني مش بطال، ففانون قال له مش بطال بالنسبة لزنجي مش كده، فالناشر غضب جدا واعتبرها إهانة ليه، واعتبرها سبة وتهمة ليه بأنه فانون بيتهم بأنه عنصري، فطرده من مكتبه. ولكن الأمور تحسنت فيما بعد بينهما، وحسب كلام الناشر أيضا إن فانون احترمه جدا بسبب موقفه دوت، لأنه يعني أثبت إنه مش عنصري. الكتاب نشر في 1952، وفي 1953 فانون ساب فرنسا وذهب إلى العمل في الجزائر في أحد المستشفيات التابعة للحكومة الفرنسية، وفيها طبعا قسم للعلاج النفسي. فكان دور فانون انه يعالج الجنود والضباط الفرنسيين المصابين بحالات نفسية وأمراض نفسية. وفي الحقيقة فانون ادخل
واستخدم طريقة جديدة في علاج المرضى، بأنه لم يكن يؤمن بأن المرضى النفسانيين يجب عزلهم في مستشفى، ولكن كان يؤمن بأن المرضى النفسيين لابد من تركهم في مع عائلتهم وفي جو صحي وجو مناسب كي يشفوا بشكل طبيعي. فكان بيسمح لهم بأنهم يذهبوا للكنائس، يذهبوا لحضور حفلات، يذهبوا للمكتبات، كانوا بيشجعهم على الممارسة حياتهم بشكل طبيعي. وفي الحقيقة أنا نفس الكلام دوت، يعني كنت ذكرته في آخر رواية ليا، رواية سيرينا المصابة بانفصام بالسكيتسوفرينيا. وكنت برضو في الرواية دي في نهايتها، يعني قلت إزاي هي كانت في طريقها إلى الشفاء بعد ما توقفت عن أخذ الأدوية. فنون يعني أظهر جانب إنساني كبير في معاملته للمرضى وفي علاجهم. وفي آخر كتاب كتبه في 1900 ونشره في 1961 قبل ما يموت، كتاب The Rich of the Earth، طبعا هو بيكتب باللغة الفرنسية ودي كلها ترجمات إنجليزية، فإنما الكتاب أصلا اسمه Les Damnés de la Terre، The Rich of the Earth، أو معذبو الأرض. في الكتاب دوت ذاكر، في كتاب The Rich of the Earth، معذبو الأرض، ذاكر يعني حادثة معينة حصلت، أنه جاء له أحد الضباط الفرنسيين بيشكو منه مش قادر ينام وبيتعذب، لأن بكل ما بينام بتجيله كوابيس وبيسمع صوت صراخ الأسير الجزائري الثائر الجزائري اللي كان بيعذبه. وفي يوم من الأيام هذا الطبيب، هذا الضابط الفرنسي، كان رايح المستشفى لكي يتعالج، وفي نفس الوقت هذا الثائر الجزائري أيضا كان ذاهب إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتقى الاثنان. وبشهادة وبكلام فانون أن الثائر الجزائري فزع وخاف، لأن طبعا يعني الضحية بيلتقي مع الجلاد. وكان دايما الحاجات اللي جعلت فانون يتأثر بالثورة الجزائرية اللي اندلعت في 1954 وانضم لجبهة التحرير الوطنية الجزائرية، وتنازل عن جنسيته الفرنسية وحصل على الجنسية الجزائرية واستقال من عمله طبعا، وأصبح أحد أهم منظري الثورات في العالم الثالث، وتأثر به كثيرون وكثيرون، يعني قادة سياسيين وتأثروا بيه جدا، منهم عبد الناصر طبعا وباقي القادة العرب اللي كانوا بيسعوا للتحرر من الاستعمار وما إلى ذلك. توفي في عام 1961 لأن أصيب بمرض سرطان الدم. وفي الحقيقة CIA الأمريكية دبرت له السفر إلى أمريكا لتلقي العلاج هناك، ولكنه توفي في أحد مستشفيات أمريكا، وكان كتب في وصيته أن يدفن في أرض الجزائر، فأعيدت جثته، أرسلت جثته إلى تونس، وبقي هناك في مبنى، أو في يعني جثته بقيت هناك للتوانسة كي يودعوه على مرأى من التوانسة في مبنى طبعا خاص غيروا جثته ويودعوه. بعد كده انتقلت جثته إلى الجزائر ودفن في الجزائر، وبعد سنوات من دفنه انتقل إلى مقبرة الشهداء تكريما له. وكان متزوج وكان له ولد وبنت، وأولاده دلوقتي هم اللي بيرأسوا الجمعية اللي تحمل اسمه في فرنسا، وزوجته انتحرت في 1989 في الجزائر، وكانت سمت نفسها نادية. ندخل على الكتاب تحليل سريع ليه وعرض سريع ليه. كتاب مقسم إلى 8 فصول. الفصل الأول اسمه The Negro and Language، الزنجي واللغة. يقول في الفصل دوت إن المجتمع في المارتينيك كان مقسم إلى 3 أنواع. الطبقة الأولى هي طبقة الزنجي الأسود تماما،
الطبقة اللي تعلو عليها هي طبقة اسمها مولاتو. المولاتو دول هي الطبقة اللي فيها خليط، يعني مثلا واحد أسود ولكن أبوه أو أمه أو أحد أجداده أبيض، فلونه لون بشرته مش أسود ولكن لون بشرته أسمر، ودي طبقة تعلو على طبقة الزنوج اللي هو الأسود خالص. والطبقة الأعلى منهم كلهم هي طبقة الوايت اللي هو الرجل الأبيض الفرنسي. طبعا قبل ما استمر في النقطة دي، يعني أحب أشير إن كلمة زنجي يعني محدش يستخدمها أبدا مع حد أسمر، لأنها كلمة عنصرية جدا وتشير إلى زمن العبودية أيام ما كانوا عبيد. فكلمة لو حد قالها لحد زنجي هتؤخذ يعني مفهومة طبعا كلمة عنصرية وكلمة بغيضة وكأنها سبة وستثير غضب الإنسان الزنجي ولكن الأسود. ولكن أنا يعني أنا سأضطر إلى أن أستخدم الكلمة زنجي لأن هي دي الكلمة اللي فانون استخدمها في كتابه، لأنه طبعا كان هو بينظر إلى العنصرية على أنها مرض، وهي بالفعل مرض. وكتاب النهاردة اللي بنناقشه ده أول كتاب كتبه، بشرة سوداء أقنعة بيضاء. الكتاب بيناقش العنصرية، عنصرية الرجل الأبيض تجاه الرجل الأسود، والأمراض النفسية للطرفين، الرجل الأبيض مريض نفسيا والرجل الأسود مريض نفسيا، ولكن المرض مختلف. وفانون بيناقش هذا. آخر كتاب كتبه معذب الأرض بيناقش فيه، بيحلل نفسيا الاستعمارية، وبيتخذ طبعا من الجزائر مثالا له، لأنه هو كان أقام في الجزائر وحصل على الجنسية الجزائرية، وكان سفيرا للجزائر في غانا في 1960، كان سفيرا للجزائر في غانا ممثلا للحكومة، حكومة الجزائر المؤقتة في ذلك الوقت. فالكتاب بثلاث طبقات، بيقول المجتمع المارتينيكي ثلاث طبقات، مجتمع الزنوج، طبقة الزنوج، طبقة المولاتو اللي هي فيها خليط، وطبقة الوايت بيبول اللي هو الوايت مان الرجل الأبيض. ولذلك اللغة هنا بقى بيناقش العلاقة بين الزنجي واللغة. الزنجي دايما بينظر للرجل الابيض على انه السيد، على انه الشيء اللي عاوز يوصل له، العالم اللي عايز يدخل فيه. ولكي يدخل هذا العالم، عالم الرجل الابيض، لابد عليه من ان يتقن لغته. ولذلك كلما اتقن الزنجي او المولاتو، الرجل الاسود او المولاتو، كلما اتقن اللغه الفرنسيه كلما اقترب من عالم الرجل الابيض. ولذلك في اللغة نفسها أصبح في لغة اسمها بيجين. بيجين دي اللغة اللي هي اللي لما تكون مثلا أنت مش متقن لغة أجنبية، فبتستخدم كلمات بسيطة جدا، النحو قواعد النحوية يعني ما بتلتزمش بيها، تركيب اللغة السينتاكس بتاع اللغة بسيط جدا، الفوكابلري المفردات بسيطة. واللغة التانية اللي هي كريول، اللي هي الكريول اللي هي اللغه اللي بتبقى لغه اهل الكاريبي، السكان المنطقه دي كلها، الجزر اللي في بحر الكاريبي، لما بيستخدموها مع اللغه الاجنبيه سواء انجليزيه او فرنسيه، فبيبقى كلام محلي مع داخل فيه كلام فرنسي وكلام اجنبي اسمها كريول. فالبيجين اللي هي لغه بسيطه جدا بدائيه جدا، الكريول اللغه الخليطه ما بين الاثنين، اللغه المحليه واللغه الاجنبيه. واللغة الفرنش طبعا اللي عشان الإنسان الأسود يبقى أبيض، أبيض نفس من ناحية النفسية، لابد عليه أن يتقن اللغة الفرنسية. والعنصرية بقى، عنصرية الرجل الأبيض، كانت بتبان في حاجات كتير. يعني كان الرجل الأبيض بينظر للإنسان الأسود، الرجل الأسود، على أنه يعني بيعيش في مرحلة الجنجل ستيت. جنجل ستيت مرحلة الغابة، أنه إنسان الغابة يعني. ولدرجة ان هم كانوا مؤمنين لفترة، لحد فترة قريبة يعني، حد تلك الفترة اللي فانون بيتكلم عليها، كانوا مؤمنين بان الرجل الاسود هو الحلقة اللي ما بين الشمبانزي القرد وبين الانسان، والانسان هنا طبعا يقصدوا الرجل الابيض، وانه كان وان الرجل الاسود يعني فيه برين انفيريوريتي، يعني فيه أقل في المستوى الذكاء من الرجل الأبيض. طبعا فانون كان جاء ليغير كل هذا، ويعني هو غير مقتنع بكل هذا، وكانت مهمته أن
يعني من مهامه أن يغير هذا الفهم وهذا هذه العنصرية. فهو بيقول في الفصل ده يعني لا يكفي أن نفهم العالم، لا يكفي أن نفهم العالم، ولكن علينا أن نغيره. ده الفصل الأول يعني باختصار. الفصل الثاني اسمه The Woman of Color and the White Man، المرأة السوداء ذات البشرة السوداء، المرأة الملونة والرجل الأبيض. يقول ان في الفصل ده بيقول ان المرأة السوداء ايضا يعني حلمها وهدفها واملها ان تتزوج من رجل ابيض، من رجل ابيض ذي عينين زرقاوين، كي تنتقل معه الى عالم الرجل الابيض. ومسألة انها تتزوج من رجل زنجي اسود يعني it's out of the question، يعني شيء مرفوض تماما. ولما بيجي على مثلا واحدة ما فيش ما بتتزوجش واحد أبيض، وسنوات تمضي بها وفي النهاية بتضطر إنها تتزوج من واحد أسود، فيجي واحدة مثلا من زملاتها تقول لها هتتزوجي واحد أسود، فتقول إكس إز بلاك بات ميزري إز بلاكر، يعني فلان اللي أنا هتجوزه ده أيوه أسود ولكن البؤس أسود. فكانت كأنها مضطرة لهذا. وفي الفصل الثاني دوت هو بيناقش روايتين. الرواية الأولى كتبها واحدة اسمها اسمه مستعار يعني اسمه مستعار مايوت كابيشا، إنما اسمها الأصلي لوسيت سيرانوس. الرواية بتتكلم عن واحدة سوداء ستعلم أن جدتها كانت كندية، فستشعر إن هي يعني لا ده هي بقى مش سودة، هي ما بتنتميش لطبقة الزنوج، ده هي بتنطبق لطبقة الملاتو. فكان كل هدفها انها تتزوج من رجل ابيض، وهتتزوج فعلا من رجل ابيض. وهذه الرواية هي سيمي اوتوبايوجرافيكال، يعني شبه قصة شبه سيرة ذاتية للكاتبة نفسها. الرواية الثانية اللي بيناقشها فنون رواية اسمها نيني لكاتب عبد الله سجي. ونيني ديت مولاتو، يعني هي خليط بشرتها فاتحة شوية، هيتقدم للزواج منها واحد اسمه ماكتر، وماكتر ده زنجي يعني أسود. فهي تشعر بالإهانة، مجرد أنه يتقدم لخطبتها هي كده شعرت بالإهانة، فطبعا رفضت وتزوجت في النهاية من رجل أبيض. الفنون بيناقش الروايتين دول في الفصل الثاني. الفصل الثالث اسمه The Man of Color and the White Woman، العكس بقى، الرجل الأسود والمرأة البيضاء. وفي هنا بيناقش رواية ثالثة كاتبها ريني مارا لبطل الرواية اسمه جان فينيز. جان فينيز دوت رجل أسود زنجي عايش في فرنسا، ولكنه من الانتلكتشوال يعني هو مثقف ومتعلم، ووقع في حب امرأة فرنسية اسمها أندريم ماريل، وهي أيضا كانت تبادله الحب وتقدم للزواج منها فوافقت، ولكن بشرط أن ينظر إلى نفسه على أنه أوروبي ليس زنجيا. فكانت تطلب منه أن ينسى تماما أنه زنجي وينسى تاريخه، فوافق ولكن ما قدرش يعمل كده. لإيه؟ لأن هو شايف نفسه زنجي، شايف نفسه أسود، ما قدرش أن يتخلص تماما من ماضيه ومن تاريخه، يعني ما قدرش يقص تاريخه جذوره تماما. فوقع في يعني في مشكلة نفسية وحالة نفسية سيئة. فنون هنا بيحلل وبيشخص هذه الحالة إنها ليست نتاج علاقة الرجل الأبيض بالرجل الأسود، أو علاقة الرجل الأسود بالرجل الأبيض والعنصرية التي تحدث، ولكن سماها a case of black abandonment neurotic of the negative aggressive type. يعني اللي هو شخص حالته بأنه هو شخص أسود، ولكن الحالة اللي هو فيها هو مريض بالأباندمنت نيروتيك. أباندمنت نيروتيك يعني الإنسان هو مريض نفسي بيشعر بالدونية لأن وفقدان الثقة في الآخرين، لأن من كان يثق فيهم هجروه وغدروا به وتركوه منذ أن كان صغيرا. فهذه الحالة منذ أن كان صغيرا تعرض لهذه الحالة، أن فقد الثقة في من حوله لأنهم هجروه، فأصبح يشعر بالدونية. هذا الشعور بالدونية استمر معه ونما معه إلى أن كبر، وهي دي حالة بطل القسمة جان فينيز.
ولذلك فانون بيقول انه حتى لو ما كانش اسود كان هيظل عنده هذا، هيكون ايضا مريض بهذا المرض، لانه كان في ساعتها لو ما كانش اسود كان سيتكئ على شيء اخر. يعني هو دلوقتي بيقول انه هو ما كانش قادر يتقدم للزواج من البنت، من المرأة التي احبها، لانه اسود، انما حتى لو ما كانش اسود كان سيتكئ على عذر اخر ايا كان. ده في الفصل الثالث. ففي الفصل الثالث بيبدأ فيه حتى بيقول I marry white culture, white beauty, white whiteness. أنا أتزوج، الرجل الزنجي عايز يتزوج من امرأة بيضاء لأنه بيتزوج الثقافة البيضاء، بيتزوج الجمال الأبيض، بيتزوج بياض البياض، ومجرد هو عايز نقطة بياض في حياته. وكذلك في الفصل الثاني بيقول إن المرأة السوداء كانت تريد الزواج من رجل أبيض لأنها تريد نقطة بياض في حياتها، to whiten the race, to save the race، كي تبيض تجعل جنسها يعني أكثر بياضا، أو عرقها يعني العرق الزنجي أكثر بياضا. وبيقول أيضا في صفحة 55 effective self-rejection invariably brings the abandonment neurotic to an extremely painful and obsessive feeling of exclusion, of having no place anywhere, of being superfluous everywhere in an affective sense. ده في صفحة 55. بيقول إن الـ إن الإحساس بالـ self-rejection، إنكاره ورفضه، رفضه الذاتي الشديد دوت أدى إلى إحساسه بالهوان وإحساسه بالدونية، وأدى إلى ألم شديد، وأنه يشعر بأنه ما فيش، لا يوجد مكان له، أن أينما ذهب فهو يشعر بأنه تافه وأنه بلا قيمة. ده في صفحة 55. فالفصل الثالث يعني العكس الفصل الثاني، يعني هنا بيتكلم عن الرجل الأسود وعلاقته بالمرأة البيضاء. الفصل الرابع بقى اسمه The So-Called Dependency Complex of Colonized People، ما يسمى بعقدة الاتكال عند الشعوب المستعمر. يعني لازم نشرح الأول يعني إيه Dependency Complex. Dependency Complex هي عقدة مرض نفسي، إن الشخص المريض بتكون عنده عقدة من إنه هو حاسس إنه غير جدير وغير قادر على قيادة حياته بنفسه، إن هو في حاجة إلى من يقود له حياته، في حاجة إلى من يحكمه، في حاجة إلى من يسيطر عليه. فده إحساس بالدنيا أيضا. فهنا فانون بيحلل هذه العقدة عند الرجل الأسود، وفي الفصل ده بيناقش كتاب كتبته إم مانوني، هو بيشير إليها، إلى إم مانوني، هي اسمها مود مانوني، هي كاتبة محللة نفسانية فرنسية من أصل بلجيكي. مانوني ده اسم العائلة لزوجها. فانون بيتفق معها في نقطة وبيختلف معها في عدة نقاط. النقطة اللي بيتفق معها فيها بيقول إن مانوني هي يعني proposes to prove the impossibility of explaining man outside the limits of his capacity for accepting or denying a given situation. ده في صفحة 62. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني عشان نفهم الكلام ده لازم اضرب مثل، انما يعني قبل ما اضرب المثل واشرح النقطة دي احب اقول نقطة كده سريعة على اسلوب فانون. هو اسلوبه في فقرات كتيرة جدا تجد ان اسلوبه مليء بالعاطفة، جياش بالعاطفة، أسلوب شاعر جدا كأنه شاعر، وبيقتبس فقرات كثيرة من شعراء. يعني أكتر واحد اقتبس أبيات شعر ليه وقصائد ليه هو إيمي سيزيغ اللي كان مدرسه في مرحلة الثانوية العامة. وتجد بقى فقرات تانية بيكتب بقى كمحلل نفسي زي الفقرة دي كده مثلا، وفي الفصل السابع والسادس محلل نفسي. فنجد في فقرات كتيرة مكتوبة بشكل أبستراكت، بشكل مجرد تجريدي، ففيها صعوبة على الفهم، لا ينفع أنك تقرأها يعني ببساطة. فمثلا الجملة ديت اللي مانوني بتقول إن هي يعني
فانون بيقول ان هي proposes to prove the impossibility of explaining man outside the limits of his capacity for accepting or denying any denying a given situation. يعني هي بتحاول تبرهن على استحالة فهم وتحليل شخصية أي إنسان خارج إطار قدرة هذا الإنسان على رفض أو قبول الوضع الذي يجد نفسه فيه. برضو يعني إيه الكلام دوت؟ يعني على سبيل المثال واحد ولد ليجد نفسه مثلا عبد لسيد أبيض، فهذا هذا الرجل الذي وجد نفسه عبدا، كيف نفهم شخصيته وكيف نفسر تصرفاته وسلوكه ودوافعه وعقليته وكل ده؟ لابد كل ده أن يتم في إطار من فهمنا ومعرفتنا لمدى قدرة هذا الإنسان على تغيير الوضع الذي وجد نفسه عليه، الوضع الغير مقبول لديه. إنما لو إحنا مش عارفين أصلا إن كان هذا الشخص قادر على قبول أو رفض هذا الوضع، فإزاي هنحلل شخصية هذا الإنسان وإزاي هنفهم تصرفاته وسلوكه؟ وممكن الكلام ده أيضا يفهم على المستوى الجمعي كولكتيفلي، على مستوى الشعوب. يعني لو في شعب أيضا مثلا أبتلي بطاغية، كيف لهذا الشعب أو كيف لنا أن نفهم ونفسر ونحلل سلوكيات هذا الشعب إن لم نفهم ونعرف قدرة هذا الشعب على تغيير هذا الوضع؟ وحين نحلل شخصية وسلوكيات هذا الشعب لابد أن يتم هذا في إطار من معرفتنا لقدرة هذا الشعب على تغيير أو رفض الوضع الغير سوي الذي وجد نفسه عليه. فيما عدا ذلك بقى، نجد أن فانون بيناقش مانونف أكثر من نقطة وبيرفض كلامها. يعني على سبيل المثال نجد أن مانوني بتقول بتحاول تبرهن على أن عقدة النقص عند الرجل الأسود predates colonization، أنها جاءت قبل الاستعمار، استعمار الرجل الأبيض. فيعني فانون بيقولها إزاي يعني؟ طبعا كلام غريب، يعني كأن قبل الرجل الأبيض ما يذهب إلى إفريقيا وبحضارته المدمرة ويقتل، تسبب في قتل ملايين الأفارقة واستعباد الملايين، ويعني يحاول أن يغير من ثقافة الرجل الإفريقي ومن لغته ودينه وعاداته وكل شيء. قبل كل دوت الرجل الإفريقي كان عنده أصلا عقدة نقص. طبعا كلام يعني كلام عجيب، يعني لأن عقدة النقص ديت لابد أن توجد حين يوجد شخص يعني superior to the other، واحد أعلى وأفضل بكثير من الشخص الآخر. فالشخص الآخر دوت تحصل له عقدة نقص، يشعر بالدونية لأنه شايف من هو أفضل منه في كل شيء. ولكن الرجل الإفريقي قبل ما الرجل الأبيض ما يذهب إلى أفريقيا ويستعبده، يعني الرجل الإفريقي هتكون عنده عقدة نقص وشعور بالدونية تجاه مين؟ هو ما فيش غيرهم مع بعض، فيشعر بعقدة نقص تجاه مين؟ فلا يوجد أي سبب لوجود هذا الشعور بالنقص أصلا وعقدة النقص. مش كده وبس، ده مانوني كمان بتحاول تبرهن على أن عنصرية الرجل الأبيض تجاه الرجل الأسود لا علاقة لها بالاستعمار، وبتضرب مثل على كده بساوث أفريكا، بجنوب أفريقيا، بتقول إن العنصرية في جنوب أفريقيا ليست وليدة النظام الاستعماري هناك، ولكنها عنصرية يعني صدرت من بعض الأفراد البيض تجاه السود، وبتقول إن بعض الأفراد دول هم يعني فقار الموظفين البيض. فيعني Manoni says the poor whites in South Africa hate the Negroes because of their racialism, which is the work of petty officials and small traders, not because the structure of South Africa is a racist structure. يعني العنصرية دي نتجت من موظفين بيض صغار وتجار صغار، ولكن ليست نتاج النظام والمنظومة الاستعمارية. طبعا أيضا كلام
كلام غريب، وفانون رد عليها بل وأعطى تفسيرا يعني بعد آخر لفهم هذه المشكلة، مشكلة العنصرية في ساوث أفريقيا، وبعد البعد الاقتصادي. يعني بيقول إن وقت ما كتب الكتاب ده في 1952، ساوث أفريقيا حسب كلام فانون في الكتاب في الفصل ده بيقول إن ساوث أفريقيا كانت 13 مليون أسود و2 مليون أبيض، وإن الرجال البيض نصف الرجال البيض الرجل الأبيض كانوا فقراء. لما بنتكلم هنا عن الرجل الأبيض الفقير، هو تقريبا يمثل نصف البوبوليشن، نصف السكان البيض. فالطبقة البيضاء الحاكمة الأغنياء كانوا يريدون أن ألا يزداد الرجل الأبيض الفقير فقرا، ولذلك عملوا عزلة تامة ما بين الرجل الأبيض والرجل الأسود، عزلة اقتصادية وعزلة ثقافية واجتماعية، عزلة تامة، لا زواج طبعا ولا أي علاقة بين الرجل الأبيض والرجل الأسود. وده يعني عمل عزلة اقتصادية، إن طبعا ما فيش أي وظيفة ممكن للرجل الأبيض أن يقوم بها وتعطى للرجل الأسود، وطبعا ما فيش أي وظيفة أصلا مناسبة، يعني وظيفة مناسبة للرجل الأبيض، وظيفة مرتبة عالية يعني الرجل الأسود يحصل عليها أصلا. يعني الرجل الأسود كان ينال الوظائف الدنيا دائما. فبيقول فانون بيقول هنا Yes, European civilization and its best representatives are responsible for the colonial racism. في صفحة 66 بيقول نعم إن الحضارة الأوروبية وأفضل من يمثلها، مش فقط الرجل الأبيض الفقير، لا ده أفضل كل من يمثلها، وأفضل من يمثل الحضارة الأوروبية سواء في البلد الإفريقية المستعمرة المحتلة أو في أوروبا، هم المسؤولون عن، وهذه الحضارة الأوروبية هي المسؤولة عن colonial racism، عن العنصرية الاستعمارية. و بيقول ايضا it's the racist who creates the inferior. فبيقول مش ان الرجل الافريقي عنده عقدة نقص كده لوحده، لا ده الانسان العنصري هو اللي اوجد هذا الشخص اللي عنده عقدة نقص، هو فالعنصرية هي اللي بتوجد عقدة النقص، مش ما فيش علاقة بينهم زي ما مانوني بتقول. انما طبعا هي امرأة بيضاء، فواضح ان فيها كثير من العنصرية، ما زال فيها كثير من العنصرية لما تقول كلام زي ده. والحقيقة فانون عمل مقارنة يعني في الكتاب بين العنصرية اللي بتعرض لها السود وبين العنصرية اللي تعرض لها البيض في تعرض لها اليهود في أوروبا وبالذات في فرنسا، ولذلك استشهد كثير بكلام سارتر على عنصرية الأوروبيين الرجل الغربي تجاه اليهود. وبينهي كلامه بقى في صفحة 75، فانون بينهي كلامه بيقول The black man should no longer be confronted by the dilemma turn white or disappear. معناها إن الرجل الأسود لا يجب عليه أن يكون في مواجهة مع معضلة إما أن تصبح أبيض أو أن تختفي. طبعا تصبح أبيض هنا معناها تفهم المعنى السيكولوجي، يعني أن تقبل بالثقافة الغربية وأن تتبنى الثقافة الغربية والحضارة الغربية ووسائل الحياة وطريقة الحياة وأسلوب الحياة الغربية، أسلوب حياة الرجل الأبيض ولغته ودينه وطعامه وزيه وكل شيء، وطبعا وتنسى حضارتك وتاريخك وتقاليدك ولغتك وكل حاجة ودينك وكل حاجة، أور لو ما تعجز عن فعل هذا إن لم تقبل الرجل الأبيض وحضرته وثقافته بكل شيء فيه، أور disappear أي تختفي بقى، إما تفهم بالمعنى حرفيا تختفي من الوجود، معنى تختفي من الوجود، أو بمعنى تختفي في نظر الرجل الأبيض إنه لا يراك، يعني you don't exist for him، يعني بالنسبة له أنت خلاص غير موجود. الفصل الخامس بقى مهم جدا وفصل ممتع، وبيتكلم عن تجربته الشخصية لما ذهب إلى فرنسا للحصول على الدكتوراه.
اسمه The Fact of Blackness، حقيقة السواد، وده دي الترجمة الإنجليزية. والترجمة الإنجليزية دي بتختلف عن الأصل الفرنسي. الأصل الفرنسي بيقول L'expérience vécue de noir، التجربة كما عاشها الرجل الأسود. طبعا فانون بيكتب باللغة الفرنسية، عنوان الكتاب أصلا Black Skin White Masks Peau Noire Mask Blanc. العنوان ده اللي اختاره، بشرة سوداء يعني وأقنعة بيضاء، العنوان ده اللي اختاره الناشر وأقنع فانون بيه. وطبعا أقنعة هنا أقنعة بيضاء، المقصود بها ثقافة الرجل الأبيض، ثقافته من لغة ودين وعادات وتقاليد ومأكل وملبس إلى آخره. أن الرجل الأسود هو ذو بشرة سوداء ولكن يريد أن يتحلى بثقافة الرجل الأبيض، فبيتخذ من لغة الرجل الأبيض وعاداته وتقاليده قناعا يلبسه كي يداري ويواري عورته. يعني لو حبينا، لأنه بيشعر أن سواد بشرته أصبح كعورة. فهو ده معنى الأقنعة البيضاء التي يرتديها الرجل الأسود. والفصل الخامس ده زي ما قلت فصل مهم جدا وجميل جدا، لأن كاتبه فانون كاتبه عن تجربته في فرنسا بعد ما خلص دراساته الجامعية في المارتينيك، وذهب إلى فرنسا لاستكمال دراساته العليا والحصول على درجة الدكتوراه. فبيقول مثلا لما وصل لفرنسا لقى إن ست فرنسية، سيدة فرنسية ماشية وبتسحب ابنها أو بنتها الطفل، فالطفل شافه فشاور عليه زنجي زنجي وخاف وترعبه. ففي البداية فانون يعني ضحك كده ضحكة، يعني ضحكة متوترة يعني، إنما يعني ضحك يعني ابتسم يعني. الموقف تكرر تاني وتالت، ولغاية ما بدأ يحس بلون بشرته، إن هو في المارتينيك في بلده ما كانش حاسس إن هو أسود، وإن هو حاسس مش حاسس بمشكلة، مش حاسس بمشكلة العنصرية. إنما طبعا هو قبل ما يروح فرنسا، لما كان منضم في جبهة فرنسا الحرة، جيش فرنسا الحرة في أثناء الحرب العالمية الثانية، هو أيضا عانى من العنصرية. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي بيذكرها إنهم على الرغم من هم كانوا، يعني هو كان في الجيش الفرنسي كطبيب، وزي ما قلت إن هو تعرض جرح في 1900، جرح في 1944، انضم للجيش في 43 وجرح في 44 ونال نوط الشجاعة. ولكن لما كان يكون في حفل مثلا وتجد ان المرأة الفرنسية البيضاء ترفض الرقص مع اي جندي فرنسي اسود، وتفضل الرقص مع ايطالي، سجين ايطالي، اسير ايطالي، اسير حرب، تفضل الرقص معه لمجرد انه ابيض، ولا ترقص مع الرجل الأسود الفرنسي الجندي الذي حارب من أجل حريتها. فهو من البداية وهو حس بهذه العنصرية. إنما دي كانت فترة وجيزة، لما راح فرنسا تاني بقى واستقر في فرنسا للدراسة، شاف العنصرية بشكل يومي، كل يوم 24 ساعة العنصرية واضحة. فبدأ ينظر الأول، لما ابتدى يحس بلون جلده، فكان بينظر لنفسه كأنه واحد من بره بينظر لنفسه وشايف نفسه من بعيد كده، واحد أسود، من بيقولوا ثيرد بيرسون بيرسبكتيف. إنما لما كان بياخد القطر، لأن ما فيش لا حد عايز يقعد على يمينه ولا حد عايز يقعد على شماله، فبقى ياخد هو ثلاث أماكن، هو بياخد ثلاث أماكن لنفسه، ما حدش عايز يقعد جنبه. فهو بقى بيحس ان هو بقى عنده تريبل ايدنتيتي، يعني تريبل بيرسون. ذاكر الكلام ده في صفحة 84. فابتدى يشعر بالغضب، ابتدى يشعر بالغضب، وبيقول بقى في صفحة 87 I had incisors. incisors اللي هو قواطع اسنانه، يعني تيست، ان انا اختبر. طبعا ما اقصدش انه يعض حد، انما هو بيستخدمها كرمز للعنف، ان هو يعني في غضبه ده ممكن يلجأ للعنف، وممكن يلجأ يعني عنده القدرة على كده. I was sure they were strong. انا متأكد ان قواطعي قوية. I resolved، وبيؤكد بقى بيقول I resolved، انا يعني في صفحة 87 ايضا، I resolved that since it was impossible for me to get away from an inborn complex to assert myself as a black man
Since the other hesitated to recognize me, there remained only one solution, to make myself known. بيقول إن هو طالما إن الآخر هنا يعني الرجل الأبيض يعني يرفض إن هو يعترف بي ويرى يعني يعترف بإنسانيته ويعامله معاملة إنسانية، فهو هنا مضطر أن يعني يفرض نفسه ويفرض وجوده ويفرض على الرجل الأبيض أن يراه. في كتاب لسارتر صفحة 95 اسمه كتاب أنتي سيميت اللي هو الأعداء السامية، سارتر بيقول they تكلم على الجوس على اليهود have allowed themselves to be poisoned by the stereotype that others have of them and they live in fear that their acts will correspond to this stereotype. إن اليهود سمحوا لأنفسهم إن هم يتسمموا من مما يقال عنهم، أي شيء سيء يقال عنهم سمحوا لأنفسهم يعني يبتلعوا هذا الطعم، وإن كل تصرفاتهم بيبقى فيه خوف، خايفين إنهم يفعلوا شيء يصدر منهم أي شيء يتوافق مع ما يقال عنهم، فهم اللي سمحوا لنفسهم بهذه الانفيريوريتي كومبلكس إن هي يعني تزداد. وهنا فانون بيعمل مقارنة ما بين العنصرية ضد السود والعنصرية ضد اليهود في أوروبا، وبيقول في مكان آخر إن أي إنسان أبيض عنصري أنتي سيميتيزم يعني عنصري وفي عدو للسامية فهو أيضا عنصري ضد السود. وبيقول في صفحة 91 إن العنصرية وصلت إلى مداها حتى إن فقط قريبا يعني after much reluctance على مضض كبير the scientists had conceded that the Negro was a human being. إن العلماء على مضض كبير اعترفوا يعني إن اضطروا يقبلوا على مضض إن الزنجي إنسان، لأن حتى ذلك الحين يعني كان بعض العلماء بيقولوا إن الزنجي هو الحلقة اللي ما بين القرد وما بين الرجل، والرجل طبعا الإنسان يعني بين الإنسان هنا يقصد به الرجل الأبيض. وفي واحد فرنسي كاتب مقالة برضو استشهد بها فانون في صفحة 91 برضو بيقول فيها إن crossings between widely different races can lower the physical and mental power. إن أي زواج واختلاط ما بين جنسين مختلفين تماما زي الجنس الأبيض والجنس الأسود بيؤدي إلى ضعف بدني وضعف عقلي. طبعا فانون مش مؤمن بالكلام ده. فانون بيقول بقى انه كان مضطر انه يلجأ الى منهجية او طريقة لعلاج هذا الموقف، وهي طريقة سماها عليها regression the method of regression الانتكاسة، انه هو حد ذلك الحين كان يخاطب الرجل الابيض بعقلانية بمنتهى العقلانية، ولكن الرجل الابيض لم يسمع له، فاضطر انه يلجأ الى الانتكاسة يعود إلى اللا عقلانية من الراشنال للإيراشنال، لأنه لقى أن الرجل الأبيض غير عقلاني ولا يريد أن يسمعه ولا يريد أن يفهمه، فاضطر أنه يرجع إلى يستخدم هذه الانتكاسة يعود إلى اللا عقلانية كي يتحاور ويفهم الرجل الأبيض يفهمه عشان يغصب الرجل الأبيض على فهمه. وبيقول أن ده يعني مش هو ده أسلوبه، أنه هو يعني ده مش سلاحه يعني. خلوني أقرأ يعني في كذا كوتس هنا كتبها من الفصل ده بالذات على النقطة دي بالذات، خليني أقرأها لكم سريعا. هنا بيقول يعني كذا كوتس نقرأهم سريعا. The psychoanalyst says that nothing is more traumatizing for the young child than his encounter with what is rational. ما فيش شيء أكثر عذابا يعني للطفل من أنه يواجه شيء عقلاني، لأن الطفل ما يقدرش يستخدم عقله بشكل كويس. فنون بيكمل بيقول I would personally say that for a man whose only weapon is reason there is nothing more neurotic than contact with unreason. ما فيش شيء، أنا بقول بالنسبة لشخص عقلاني العقل هو سلاحه الوحيد، ما فيش شيء أكثر
يعني تعذيبا له من، او اكثر شيء يثيره عصبيا من انه يواجه الانريزن، شيء غير عقلاني. I intend to rationalize the world and to show the white man that he was mistaken. انا يعني نويت وانتويت ان rationalize the world، ان انا افسر العالم بتفسير منطقي وان اظهر للرجل الابيض انه كان مخطئا. بيقول ده في صفحة 84. في صفحة 84-85 بيقول one had seen the Catholic religion at first justify and then condemn slavery and prejudices. After much reluctance, the scientists had conceded that the Negro was a human being. Reason was confident of victory on every level. بيقول ان احنا شفنا ازاي الكنيسة الكاثوليكية والديانة الكاثوليكية بررت في البداية، بررت العبودية والتحامل والعنصرية، وبعد كده أدانتها. وبعد كثير من على مدى كثير العلماء يعني قبلوا بأن الإنسان الزنجي هو إنسان. ويقول إن العقل، إن العقل يعني على ثقة كبيرة في انتصاره على كل المستويات. في صفحة 87 I had rationalized the world and the world had rejected me on the basis of color prejudice. أنا فسرت العالم وواجهت العالم بأسلوب عقلاني، إنما العالم رفضني بسبب لون بشرتي. Since no agreement was possible on the level of reason، طالما ما فيش أي اتفاق ممكن بيننا على مستوى العقل، I threw myself back towards unreason. رجعت إلى مرحلة اللاعقلانية. It was up to the white man to be more irrational than I. الرجل الأبيض حر أن يكون أكثر لا عقلانية مني، لأنه رجع ليتوازن معه في مستوى اللا عقلانية. Out of the necessities of my struggle I had chosen the methods of regression but the fact remained that it was an unfamiliar weapon. Here I am at home. I'm made of the irrational. I wade in the irrational up to the neck in the irrational. يقول يعني كضرورة لكفاحي اضطررت لأن أستخدم منهجية الريجريشن، الانتكاسة، يعني من الراشنال للإرراشنال، من العقلانية إلى اللا عقلانية. ولكن بيقول الواقع إن ده سلاح يعني أنا مش معتاد عليه. هذه اللا عقلانية هو إنسان مثقف وطبيب ومحلل نفسي وفيلسوف اجتماعي، هذه اللا عقلانية هو غير معتاد عليها. ولكن خلاص طالما ما فيش قدامه مجال آخر، إذا هو اضطر إلى أن يكون يعني يبقى مخلوق من اللاعقلانية ويسبح بها وغارق فيها حتى ذقنه. في صفحة 87 يعني هو عمل اقتباسات كثيرة لقصائد معظمها لإيميسي زيغ اللي كان مدرسه في الثانوية العامة وتأثر به جدا. فيعني مثلا أقرأ السطور دي سريعة لأنها جميلة. Those who invented neither gunpowder nor the compass. هؤلاء الذين لم يخترعوا البارود ولا البوصلة البوصلة. Those who never learned to conquer steam or electricity. هؤلاء الذين لم يتعلموا يعني استخدام البخار ولا الكهرباء. Those who never explored the seas or the skies. هؤلاء الذين لم يستكشفوا أبدا لا البحار ولا السماوات. But they know the farthest corners of the land of anguish. لكنهم يعرفون جيدا أبعد الأركان والجوانب لأرض البأساء وال يعني معلش دي ترجمة سريعة يعني أحيانا كنا على لسان الواحد ومش عاوز أضيع وقت يعني. Those who never knew any journey save that of abduction. هؤلاء الذين لم يعرفوا أي رحلة سوى رحلة الاختطاف، لأن هم اختطفوا من أفريقيا لأوروبا وأمريكا. Those who learned to kneel in docility. هؤلاء الذين تعلموا الركوع في خضوع. Those who were domesticated and Christianized. هؤلاء الذين تم تهذيبهم يعني وتحويلهم إلى المسيحية. Those who were injected with bastardy. هؤلاء هم يعني أولاد زواج السفاح، أولاد السفاح، لأن طبعا الرجل الأبيض كان لا يعني
بيقوم بكثير من الانتهاكات والاعتداءات الجنسية على السيدات السود، وكان بينتج عن هذا أبناء سفاح. But those without whom the earth would not be the earth، ولكن هؤلاء الذين بدونهم لن تكون الأرض أرضا، لن تكون الأرض أرضا. My blackness is no drop of lifeless water on the dead eye of the world. إن سوادي ليس نقطة drop of lifeless water، ليس نقطة حياة، نقطة ماء بلا حياة على عين الحياة، عين العالم الميتة. دي جزء من قصيدة لإيمي سيزير، قصيدة اسمها كايدا غيتور أو باي ناتال، مذكرة أو كراسة العودة إلى البلد الأم، صفحة 87-88. وبيقول بقى Now I went back no longer to sources but to the source. أنا الآن لم أعد إلى مصادر كثيرة، ولكن المصدر الوحيد اللي هو مصدره هو تاريخه هو. ولكن بعد كده هيرجع يقول كلام عكس ده، لأن هيجد أنه ما فيش فايدة، لا فائدة. I walk on white nails، صفحة 89، أنا أسير فوق مسامير بيضاء. بيقول أن الإيموشن والمشاعر والعاطفة هي is completely negro، هي زنجية كاملة. As reason is Greek، كما أن العقل يوناني، يعني اليونان اشتهروا بالعقل والمنطق، الزنوج اشتهروا بالعاطفة. في آخر جزء هنا، يعني مش عايز أقرأ كتير عشان أتاخد وقت، يعني إن في هنا بقى كان يعني سريعا، كان هنا مؤمن أو آمن بفكرة النيجريتود أو النيجريتود بالإنجليزية أو النيجرونس بالعربية اسمها الزنوجة، فكرة أو حركة الزنوجة. حركة الزنوجة دي بدأت في الثلاثينيات على إيد شاعر سنغالي، وكان هذا الشاعر السنغالي كان حاكم أو حكم السنغال من 1960 ل 1980. وحركة الزنوجة تمت، يعني بدأت على إيد ثلاث أشخاص، أشهرهم هو الفاوندر بتاعه هو هذا الشاعر السنغالي وحاكم السنغال اللي هو ليبولد سيدار سونغور، ويأتي بعديه إيمي سيزير اللي هو كان مدرس فنون في الثانوية العامة، وبعديهم ليون دماس أيضا كاتب من إحدى جزر الكاريبي. حركة الزنوجة ديت، يعني هم ليه بدأت أصلا الشاعر السنغالي سنغول ليه بدأها أصلا؟ بدأها لأن حب إن هي أولا مناهضة للاستعمار الفرنسي، وحب إنه يجد مع باقي الزنوج يجد لهم هوية خاصة بهم، هوية خاصة بهم، تاريخ خاص بهم، حضارة خاصة بهم، أن يفخروا بحضارتهم وبثقافتهم، وأن يكون لهم عالمهم الخاص بعيدا عن العالم الرجل الأبيض، وأن يفخروا بلون جلدتهم، لون بشرتهم، بلون بشرتهم مش جلدتهم، بشرتهم. وهي الحركة قامت في 1930، والكتابة بتاعتهم يعني لجأت إلى أسلوب الواقعية الأدبية كي يعبروا بها عن آرائهم الماركسية. وفي ديوان شعر اللي جمع هذه القصائد اللي فيه هو سنغور، واللي كتب المقدمة سارتر، الديوان اسمه أنتولوجي دو لا نوفيل بوزي نيغر اي مالغاش. في المقدمة سارتر بيوصف هذه الزنوجة، بيقول ان هي غاسيسم انتي غاسيست، يعني ان هي anti racist racism، ان هي عنصريه ضد العنصريه. فالفصل الخامس يعني في كتير يتقال عليه بصراحه، لان هذه الزنوجه يعني فنون في الفصول اللي بعدها يعني قلل من حدتها،
ولكن هي كان ليه تأثير، كلامه وكتاباته لها لها تأثير كبير قوي على كثيرين من القادة العسكريين، وده ذكروا في آخر كتاب ليه معذبو الأرض، بأن الاستعمارية عمل عنيف، ولا بد من العنف للتخلص من هذا العمل العنيف. ولذلك هو كان يدعو إلى العنف للتخلص من الاستعمار، ولذلك هو غير مقبول عند كثيرين من البيض المثقفين، حتى أن في أحد البرامج اللي شاهدتها وجدت المذيعة البيضاء الأوروبية تقدم فانون بأنه كاتب كونتروفيرجل، أنه عليه خلاف، طبعا عليه خلاف بين البيض، إنه في العالم، في عالم الثالث، في عالم المستعمرين المحتلين أكيد ما فيش خلاف عليه، أعتقد هذا يعني محدش يقبل بالاحتلال ويلجأ لأي سبيل آخر غير أنه يقاوم. وزي ما قلت كلامه هنا يعني كان ليه تأثير كبير جدا على مثلا مالكوم إكس في أمريكا، على لويس فرخان، على الحركة الزنجية، حركة السود في أمريكا، كان لها تأثير كبير جدا. وهذه الحركة يعني ظهرت في زي في رواية تشينوا أتشيبي Things Fall Apart اللي اتكلمت عنها في الحلقة اللي فاتت، في رواية Invisible Man لرالف إليسون، في رواية الجزور أليكس هالي، في أفلام هوليوود كتيرة زي فيلم The Defiant Ones اللي هو تعمل تحت اسم يعني الترجمة العربي ليه حطمت قيودي لسيدني بواتيه، وفي فيلمين تاني لسيدني بواتيه Guess Who Is Coming to Dinner بيقع في حب فتاة بيضاء وأبوها وأمها ما كانوا رافضين، وهو أبوه وأمه برضو كانوا رافضين، وإزاي بقى العيلتين يعني قدروا يتغلبوا على هذه الخلافات. وفيلم ثالث ليه جميل جدا اسمه To Sir With Love، هو برضو راح لمدرسة في ثانوية عامة كل التلاميذ بيض وهو كان المدرس الوحيد الأسود، ففي البداية التلامذة ما يعني لم يتقبلوه، ولكن نال احترامهم جميعا في الآخر. يعني ثلاث أفلام جمال جدا جادرين بالمشاهدة. فحركة الزنوجة هذه أثرت في كتير ومنهم فانون، إلا أنها هذه الحركة يعني أيضا انتهت إلى أن هي نفسها تكون حركة عنصرية. يعني هي بدأت بأنها حركة ضد العنصرية البيضاء، وانتقلت للمرحلة بعدها أنها إن فانون، يعني هو هناخد فانون هنا كمثال لهذه الحركة، بعدها بدأ أو الموصل لفرنسا بدأ يحس بلون بشرته، لون بشرته السوداء، بعد كده لجأ إلى العقل لمحاولة تحليل تصرفات الشخص الأبيض، ومحاولة أنه to reason with him، أنه يعني يتكلم معه كلام عقل، وجد أن الرجل الأبيض لا عقلاني تماما ولا يراه ولا يعترف بوجودي، فالتجأ إلى الانتكاسة وإلى الرجوع إلى مرحلة اللا عقلانية، ولكي يكتشف الهوية، كي يعيد اكتشاف الهوية السوداء والحضارة والثقافة السوداء. وطبعا من أحد هذه الحاجات يعني أنهم بيقولوا أن الحضارة الفرعونية هي حضارة سوداء، لمجرد أن كان في بعض الفراعنة كانوا سمر، طبعا النوبة كان جنوب مصر كانوا سمر البشرة، فالنوبة مثلا في أكيد فرعنة نوبيين، فالسود يعني قالوا أن الحضارة الفرعونية هي حضارة سوداء. وطبعا بيقال أيضا وفي كتاب أوروبيين نفسهم قالوا كده أن الحضارة اليونانية مبنية على الحضارة الفرعونية، ولذلك الحضارة الأوروبية بشكل عام نتجت من الحضارة الفرعونية. إنما الزنوجة دي أو النيجاتيود هي أيضا انتهت إلى أن تكون حركة عنصرية، حركة عنصرية، بس بدل ما تبقى عنصرية بيضاء عنصرية سوداء. وده فانون في الفصول التالية خفف من وطأته، فنتكلم هنيجي عليه دلوقتي. الفصل السادس The Negro and، اسمه The Negro and Psychopathology، الزنجي والمرض النفسي. بيقول The Negro makes himself inferior but the truth is that he is made inferior، في صفحة 115 بيقول فيها ان الزنجي
هو اللي يعني مش هو اللي حاسس بالدونية زي ما منوني بيقول، إنما هو اللي حواليه الرجل الأبيض هو اللي جعله يشعر بالدونية. وبيقول إنه الـ black man stops to be an actional person when he meets a white man who gives him worth في صفحة 119، إن الرجل الأسود يعني كل أفعاله بتصبح مجرد صادرة، لا ليس لمجرد أنه بيستمتع بالفعل اللي بيعمله أو بيعمل شيء لنفسه لذاته، ولكن لمجرد أن ينال رضا الشخص الآخر. الشخص الآخر، الرجل الآخر هنا هو الرجل الأبيض. وهنا بيتكلم في الفصل دوت، بيتكلم عن عقدة تانية بقى، ويعني مركب نقص آخر، لكن المرة دي عند الرجل الأبيض تجاه الرجل الأسود. يقول إن الرجل الأبيض يعني عنده مشكلة مع الرجل الأسود، هي اسمها نيجروفوبيا، الخوف من الرجل الأسود، وكذلك المرأة البيضاء يخافوا من الرجل الأسود، والمرأة البيضاء تخاف من أن تغتصب من قبل الرجل الأسود. ولكن هنا فانون بيقول إن في علم النفس أحيانا الشيء لما بيتم رفضه بشكل مبالغ فيه على الشكل الخارجي، فممكن من الباطن بيبقى فيه رغبة شديدة لنيل هذا الشيء. فبيقول هنا Does this fear of rape not itself a cry out for rape؟ يعني هذا الخوف الشديد من أن تغتصب من الرجل الأسود، أليس هذا في حد ذاته يعني ممكن أن يكون رغبة شديدة منها في أن تغتصب من الرجل الأسود؟ وبيقول إن هذه العقدة النقص عند الرجل الأبيض اللي بيشيع عن الرجل الأسود بأنه عنده فحولة زائدة وعنده فحولة جنسية زائدة، ولذلك هو يغار منه وبيعامله كأنه الإلدر براذر، يعني هنا بيقول الإلدر براذر اللي كأنه واحد مولود عن ليه أخ أصغر منه مولود. Treating the Negro as an elder brother reacts to the birth of a younger، صفحة 121. كأنه بيغار من واحد أخ صغير ليه مولود في العيلة فبيغار منه، فهكذا الرجل الأبيض بيغار من الرجل الأسود نظرا لفحولة الأسود أكثر من الرجل الأبيض. وبيقول تاني إن تعذيب وقتل الزنوج، يعني هل هذا sexual revenge، مجرد انتقام جنسي منهم؟ وبيناقش بقى فكرة هذه الفحولة، بيقول هي دي واقع، هي دي حقيقة فعلا؟ Is the Negro superiority real؟ Everyone knows that it's not. هل دي حقيقة؟ بيقول كلنا عارفين انها مش حقيقة. But that's not what matters. ده مش مهم. The pre-logical thought of the phobic، هذا الإنسان الأبيض اللي عنده فوبيا من الرجل الأسود، هو عنده الفكرة دي متسلطة عليه سواء كانت حقيقة أو لا. Has decided that such is the case. هو قرر ان هو ده الواقع. وبيقول ان على يعني هو بيحلل هنا الرجل الابيض، بيستخدم نظريه لاكان، نظريته اللي اسمها the mirror period، ان الطفل بيمر في بيكون في بدايه سنوات لما بيبتدي يتعرف على ذاته من خلال المراه، بينظر الى ذاته من خلال المراه، وبيشوف نفسه في المرآة، بيبتدي يتعرف على ذاته، إنه بيعرف هذا الشخص في المرآة هو أنا، فبيبتدي إحساسه بذاته بيبتدي يتشكل من هذه المرحلة دي، اسمها مرحلة المرآة mirror period. بيقول إن الرجل الأبيض في المرحلة ديت لما بينظر للمرآة بينظر إلى كل ما هو عكس ما يراه في المرآة، فهو الآخر هو الرجل الأسود، الرجل الأسود هو عكس الرجل الأبيض، فهو بيقول الرجل الأسود The real other of the white man is and will continue to be the black man. صفحة 124. سيظل دائما هو الرجل الأسود، هو الرجل الآخر للرجل الأبيض. بيقول أيضا إن بيعقد مقارنة على طول ما بين كتابات سارتر عن اليهود والعنصرية اللي اليهود عانوا منها في أوروبا، وبين العنصرية اللي السود بيعانوا منها. إن اليهود كان دايما البيض، الرجل الابيض يعني، او الاوروبي، الرجل الاوروبي الغير يهودي، كان بيكرهوا اليهود لان اليهود كانوا حريصين على المال وبيجمعوا المال وكانوا بيتحكموا في المصادر الماليه. ولكن الرجل الاسود بقى سبب تاني اخر، هو سبب الجنس، انه الرجل الابيض يظن ان الرجل الاسود عنده فحوله جنسيه اكثر منه، ولذلك كان يغار منه
وكان ده عامل عقدة نقص في شخصية الرجل الأبيض. ده الفصل السادس، يعني عنصرية شديدة جدا، حتى ان بيقول ان في واحد أباريزيان سيز، في واحد من باريس بيقول هي از بلاك، بيوصف واحد اسود يعني هي از بلاك بات هي از فيري انتليجنت، ولكنه ذكي جدا، يعني كأن طالما انه اسود يبقى المفروض انه يكون غبي، فيعني في واحد يعني صدفه ذكي، فبيقول رغم ان هو اسود انما ذكي جدا، يعني كلام منتهى العنصريه طبعا. والسواد دايما بيرمز اليه على انه رمز للجهل ورمز للتخلف ورمز للشر، وكل حاجه سيئه فهي سوداء، كل حاجه جميله وجيده وصحيه فهي بيضاء. ولذلك جعلوا الزنوج نفسهم اللي عايشين في اوروبا يكرهوا هذا السواد ويحاولوا يتخلصوا منه. طبعا في هيتخلصوا منه ازاي، وهيتفاهموا مع الرجل الابيض ازاي، ويتحاوروا معاه ازاي وفي ظل هذه العنصريه البغيضه. فبينتهي الامر ان هم يعني النتيجه العكسيه اللي بتحصل، اللي بيحصل ايه، ان هم بقى خلاص بيبتدوا بقى يجدوا قيمه لهذه البشره السوداء، يبداوا ريديسكفر بقى، يعيدوا اكتشاف حضاراتهم السوداء وثقافتهم وذير اون هيريتج وتراثهم وارثهم وكل هذا. الفصل السابع اسمه ذا نيجرو ان ريكوجنيشن، الزنجي والاعتراف، اعتراف الرجل الابيض به. بعد الزنجي مع الزنوج ما حصلوا على حريتهم واصبحوا يعني نظريا يعني على قدم المساواه مع الرجل الابيض، انما عمليا ما زالت الفوارق موجوده وما زالت العنصريه البغيضه موجوده. ولذلك لما الرجل الاسود يقول شيء جيدا ويفعل شيئا جيدا، الرجل الابيض يقول له you haven't changed a bit, still as stupid as ever, ما تغيرتش ابدا على الاطلاق في اي شيء، ما زلت غبيا كما كنت دوما. وفي الفصل ده بيحلل نفسيه الناس اللي في جزر المارتينيك وفي الجزر في البحر الكاريبي بشكل عام، بيقولوا ان هم يعني they are greedy for security، وان الشخص هناك Antillean does is done for the other. كل الناس اللي هناك اللي في جزر الكاريبي السود، يعني اي شيء بيعملوه من اجل الاخر، من اجل نيل رضا الاخر. ده صفحة 165. فبيقول في نفس الصفحة since in all periods the negro has been an inferior, he attempts to react with a superiority complex. ودي هي يعني مسألة النيجريتود، حركة الزنوجة اللي بنتكلم عنها، اللي هي تحولت إلى عنصرية في حد ذاتها. طالما بيقول إن طالما الزنجي في كل مراحل حياته في كل الأزمنة بيعامل بيوضع في مرحلة في مستوى من الدونية أدنى بكثير من الرجل الأبيض، وبيجعلوه يشعر بالدونية، فهو أصبح مضطر لأن يعني يخلق عنده حالة من superiority complex، من عقدة الاستعلاء، ان هو يحاول يستعلي هو ايضا على الرجل الابيض كرد فعل منه. وبيقول ان الشعب المارتينيكي هم يعني الشخص هناك الرجل لا يقارن نفسه بالرجل الابيض، لان الرجل الابيض يعني في مستوى اعلى منه بكتير، لا يقارن نفسه به، انما يقارن نفسه مع زميله الأسود، ها، ولكن طبقا لقواعد ومقاييس الرجل الأبيض. يعني على سبيل المثال اللغة الفرنسية هي لغة الرجل الأبيض، فلما واحد منهم مثلا واحد من مارتينيك بيتكلم لغة فرنسية أفضل من شخص آخر، هنا بينظر نفسه على أنه أصبح أفضل وأرقى وأعلى مرتبة من هذا الشخص الزنجي الذي لا يجيد التحدث باللغة الفرنسية بلكنة سليمة ونطق سليم وبطلاقة، وبيعتبر نفسه أنه أصبح قريبا من الرجل الأبيض، ليس في مساواة الرجل الأبيض ولكن قريبا منه، ولكن على الأقل هو أعلى مرتبة من الزنجي الذي لا يتحدث الفرنسية بطلاقة. فاللغة الفرنسية زي ما قلنا في الفصل الأول أصبحت معيار ومقياس لمدى بياض الرجل الأبيض، مدى تحوله إلى البياض، مدى قبوله في عالم الرجل الأبيض من الناحية النفسية طبعا. بيقول إن طبقا لدوركايم
اليهود never committed suicide, now it's the negroes. ده دوركايم بيقول كده. انما فانون بيعارض هذا الكلام وبيقول ان طبقا لاحصائيه اجرتها مستشفى ديترويت المدنيه بتقول فيها ان 16.6% من حالات الانتحار زنوج, رغم ان الزنوج في هذا المجتمع الابيض الامريكي في ديترويت لا يمثل اكثر من 7.6%, وان حالات الاناث السيدات المنتحرات اكثر بكثير, يعني سجلوا 358 حاله انتحار للسيده زنجيه ضد 76 حاله انتحار لرجل اسود. طبعا معظمها بيبقى نتيجه للعنصريه وللقهر وللاضطهاد وللاعتداءات الجنسيه وللاغتصاب, فبيلجأوا للانتحار. وبيقول ان هنا بقى historically the negro steeped in the inessentiality of servitude was set free by his master, he did not fight for his freedom. ان ده في صفحه 171 بيقول ان الزنوج من الناحيه التاريخيه الزنوج الذين اعطيت لهم الحريه حريتهم يعني لم يكافحوا ولم يقاتلوا من اجلها. هو في يوم من الايام مجموعه من البيض حسوا بالذنب تجاه الزنوج, فبدأ الحرية دي هو الرجل الأبيض أعطاها للرجل الأسود, لكن الرجل الأسود لم يحارب حقيقة من أجلها, ولذلك لم يكن مهيئا لها. بين يوم وليلة لقى نفسه حر بين يوم وليلة, ولذلك ما كانش مهيئ لهذه الحرية. فبيقول في نفس الصفحة the negro is a slave who has been allowed to assume the attitude of a master. الزنجي هو عبد أعطيت له أو سمح له بأن يتصرف كسيد. The white man is a master who has allowed his slave to eat at his table. إنما الرجل الأبيض هو السيد اللي سمح لعبده أنه يأكل معه على الطاولة. فحرية العبيد السود هنا يعني هنا بيصفها بأنها زي واحد مريض مثلا, الدكتور قال له انت النهاردة شكلك كويس فهتخرج من المستشفى, فخرج من المستشفى حصلت له انتكاسة قضت عليه. فهو بيقول كده ان الزنوج ما كانوش مهيئين لهذه الحرية اللي جات لهم فجأة, فرغم ان لقوا نفسهم احرار انما وجدوا ان العنصرية ما زالت على اشدها فجاءت بنتائج عكسية. فبيقول the upheaval did not make a difference in the negro. هذه كل اللي حصل ده والتغيرات ده لم تحدث اي تغير في الشخص الزنجي. He went from one way of life to another but not from one life to another. يعني مجرد ان هي غيرت اسلوب حياته لكن لم تغير حياته كلها, لم تحدث ثورة في حياته في الحياة بشكل عام, انه لم ينال كامل حقوقه وكامل المساواة مع الرجل الابيض. الفصل الثامن والختام اسمه by way of conclusion, هو الختام ختاما, بيقول I will not make myself the man of any past. هنا بقى يعني نرجع للكلام على حركة الزنوجة, ان انا بقول يعني ان هي نفسها انتهت الى ان تكون حركة عنصرية, وكان كل همها وكل هم الزنوج اللي بنتموا للحركة ديت منهم فانون نفسه ان هم احياء واكتشاف الحضارة الزنجية. فانون بقى كان ضد بقى الكلام ده, هو خفف من الوطأة وكان ضد الكلام ده وقال I will not make myself the man of any past في صفحة 176, لكن أجعل من نفسي رجلا ينتمي إلى الماضي. In no way should I dedicate myself to the revival of an unjustly unrecognized negro civilization. لن أسمح لنفسي أبدا بأن يعني أجعل حياتي موقوفة على إحياء حضارة زنجية لم غير معترف بها ظلما. في نفس الصفحة فبقول Have I no other purpose on earth than but to avenge the negro of the 17th century. ما فيش أي هدف في حياتي غير أني أنتقم لزنوج القرن السابع عشر اللي تم استعبادهم. There is no negro mission, there is no white burden في صفحة 178 بيقول كده إن ما فيش حاجة اسمها مهمة الرجل الأسود ولا حاجة اسمها burden عبء الرجل الأبيض. طبعا كلمة عبء الرجل الأبيض دي كلمة قالها كيبلينج. ففي صفحة 179 بيقول بقى I recognize that I have one right alone. أنا أعترف وأقر بأن لدي حق واحد فقط
that of demanding human behavior from the other. إن أنا أطالب ب بمعاملة إنسانية وسلوك إنساني من الأذر، من الشخص الآخر. الآخر هنا طبعا الرجل الأبيض. وبيقول there is no white words, there is no white ethic any more than there is a white intelligence. وما فيش حاجة اسمها عالم أبيض ولا فضيلة بيضاء ولا ذكاء أبيض. وطبعا ما فيش حاجة، يعني ما فيش حاجة اسمها فضيلة بيضاء وفضيلة سوداء ولا ذكاء أبيض وذكاء أسود. They are in every part of the world men who search. في كل مكان في العالم، ركن في العالم، في رجال يبحثون عن الحقيقة. I'm not a prisoner of history. أنا لست سجينا للتاريخ. I should not seek there for the meaning of my destiny. لن أبحث في التاريخ عن مصيري. مصيري يجب أن أبحث عنه في حاضري. I should constantly remind myself that the real leap consists in introducing invention into existence. صفحة 179. يجب أن أظل أذكر نفسي دائما بأن القفزة الحقيقية هو أن أحدث ثورة وتغيير كبير، تغيير شامل في وجودي، في الوجود بشكل عام. Am I going to ask the contemporary white man to answer for the slave ships of the 17th century? بيستكمل دفاعه عن هذه النقطة، بيقول يعني هل هجعل الرجل الأبيض المعاصر يعني مسؤول عن سفن العبيد في القرن السابع عشر؟ بيقول طبعا مش معقول. Am I going to try every possible means to cause guilt to be born in the in mind? إن أنا أحاول، هل أنا سأحاول كل طريقة لأن أغرس الذنب في عقل كل رجل أبيض؟ بعد كده بينهي بقى الكلام في 180، صفحة 180، يقول I am my own foundation. أنا المصدر لنفسي، أنا مصدر نفسي، يعني أنا بدايتي، أنا بدايتي. هو لا يريد أن يعود إلى التاريخ ويحاول إعادة اكتشاف تاريخ زنوج، تاريخ للزنوج، تاريخ حضارة عظيمة. هو يريد فقط أن يعالج مشاكله الحالية، لأنه بيقول مثلا في نفس الفصل ده بيقول سيكون شيء عظيم جدا أن أكتشف أن هناك حضارة زنجية عظيمة، وأن هناك شعر وأدب وفلسفة زنجية، ولكن ما فائدة كل هذا لطفل زنجي أسود في الثامنة من عمره مثلا يعاني من العنصرية في المدرسة؟ كل هذا لن يفيده بشيء. فهو يعني كان يريد أن يعالج أمراض عصره منطلقا من عصره ومن زمنه، لا بالرجوع إلى الماضي ومحاولة إيجاد أي أمل في الماضي. يعني كلام ده كأنه لينا إحنا كمان، يعني إحنا دايما بنفخر بماضينا، كنا وكنا وكنا، وحالنا دلوقتي إيه؟ إحنا في أسفل الأمم من ناحية العلمية، من ناحية الثقافية، من ناحية الأخلاقية حتى، من ناحية الرعاية الصحية، من ناحية التعليم، من ناحية كل حاجة، إحنا في أسفل الأمم، ومع ذلك دائما نعود إلى الماضي، ولا شيء لدينا غير الماضي. طبعا يعني في، أنا مش عارف أغفلت إيه أو سبت إيه، لأن يعني في حاجات كتير عايز أقولها في نفس الوقت، مش عاوز الفيديو يكون طويل جدا. ولكن لو لقيت إن في حاجات أغفلتها ممكن أعمل حلقة تانية، وحلقة تانية ممكن تكون عن كتابه، آخر كتاب لي The Rich of the Earth، معذب الأرض لدامني دولاتير. أتمنى أن الحلقة تكون مفيدة وأن نكون استفدنا منها وعرفنا قدر هذا الرجل الكاتب الكبير الحقيقة، يعني اللي ترك أثر في كتير من السياسيين والقادة والكتاب، ورغم أنه يعني لم ينشر كتب كتير إنما نشر مقالات كتير، ومات في سن 36، ولكن ترك أثر كبير. إن شاء الله أراكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.